شهادة تقدير بس مش ليا، شهادة تقدير بس مش ليا، شهادة تقدير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اقرأ حينما وعاها طلاب العلم، يعني عندما وعى الآية طلاب العلم أصبحوا سادة وقادة وأئمة وهداة. ولنا في البخاري وابن تيمية والخارزمي، الأخ ما عادش داير على الخارزمي، كان الخارزمي ده متنيل برضه، وابن سينا طبعا داير على ابن سينا بس، لأن الأخ مش عارف إلا ابن سينا. الخارزمي هذا برضك مع الرغم من جهده الكبير في مسائل الفيزياء، ولو أحب أن يسمها الطبيعة، ينبغي للإخوة تعدل اسم الطبيعة لمسائل الفيزياء، لأن كلمة الطبيعة لها مدلولات إلحادية، ولكن الفيزياء نقول كلمة فيزياء، نقول فيزياء وكيمياء، لكن ما نقولش الطبيعة والكيمياء. إن الطبيعة إيه الطبيعة دي بقى؟ إيه الطبيعة دي؟ ما دام مذهب بقى نخش هنا مذهب الطبيعيين والوجوديين والعياذ بالله. طبعا وغيرهم الأسوة والقدوة وتقديرا منا لدور العلم والعلماء في نهوض أمتنا، نتشرف بتقديم هذه الشهادة إلى فلان. طبعا دي بس بيبقى نموذج المدارس بتجيبها وتحط اسم زيد أو عمر. طبعا يعني لا ينبغي أن احنا نضع مع البخاري وابن تيمية نضع الخارزمي وابن سينا، ينفعش. زي بالضبط ما قدم لواحد طبق فيه خضار سبانخ باللحمة والتاني بسلة باللحمة وجنبهم طبق دود بيمشي، نفس الشيء بالضبط، ما ينفعش. خلي تجانس بين الحاجات. ابن سينا هذا كان مذهبه مذهبا قرمطيا باطنيا خبيثا. ابن سينا معناه كان عالما في مسألة الرياضيات والفيزياء والطب والصيدلة، إلا أنه كان خبيث الاعتقاد، كان خبيث الاعتقاد، ويقترب منه الخارزمي.